السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير. مشاهدينا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير، ونحن على بعد دقائق من الآن لاستقبال عام ميلادي جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مليئا بالخير والبركة عليكم جميعا مشاهدي قناة اليرموك. الحقيقة في هذا المساء وفي ما يعرف يعني ليلة رأس السنة، وكل واحد يمكن عنده طريقة أو طقوس معينة لقضاء هذه الليلة، والجميع يعلم أن العالم ينشغل في احتفالات، في مهرجانات، في سهرات. يعني أقدر من يخصص وقته في هذه الأوقات وفي هذه الليلة لمتابعة قناة اليرموك للاطلاع يمكن على أخبار، تحليلات سياسية وغيره. ولا شك أن يعني جماهير قناة اليرموك هم من النخبة التي دائما ما يعني نعول عليها، وما أجمل التميز في هذه الليلة. الجميع يربى، أو خلينا نحكي لو هيك أخذنا صورة عامة لكوكب الأرض من الفضاء، لوجدنا انشغالات العالم في مختلف بلدانه وقاراته في إحياء هذه الليلة وفي طريقة السهر واحتفالات، سواء عام على مستوى ألعاب نارية ينفق عليها المليارات على مستوى العالم، أو على مستوى يعني حفلات خاصة وغناء رقص ما إلى ذلك. جميل أن يكون هناك تميز يعني للإنسان في هذه الليلة بأن يكون له طريقة أيضا ما يقضيها، مثلا نايم أو زي أي يوم عادي اعتيادي على التلفزيون يقعد يقرأ كذا، يحييها بطريقة ربما يكون فيها مميز، بعلاقة ربما خاصة مع الله سبحانه وتعالى، قيام لليل ببر الوالدين، بجولة تصدق على الفقراء. كل واحد شو إمكانياته، شو قدراته، وشو الوقت بيسمح له. يعني جميل الحقيقة التميز في وقت ينشغل فيه البشر بشكل عام، وغالبا هذا الانشغال يكون يعني على حساب طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى حساب علاقة العبد المطلوبة مع الله سبحانه وتعالى. ليس في جانب تنظير، ولكن في جانب أن الواحد يبحث عن التميز. دائما جميل أن يكون واحد متميز، فالعالم كله منشغل في له معين، واحد ينشغل في طريقة أخرى. أكيد بعد نهاية كل عام واستقبال عام جديد يكثر الحديث عن التفاؤل أو التشاؤم، وأنا بدي يعني أقلل شوي من يعني موضوع التشاؤم. خلينا نحكي ما بين القلق والأمل بالعام القادم. هو فعليا يعني زي ما بيحكوها الكتاب مبين من عنوانه، وواضح أنه مش رح يكون في انقلاب في عام 2019. لكن أولا أنا بحب دائما أنه حتى لو الواقع صعب ومؤلم على مستوى البلد، وضع اقتصادي صعب، محلات بدها تسكر، تراجع في المعدلات الاقتصادية، ضرائب، ضعف في القوة الشرائية، كثير مشاكل، وعلى المستوى السياسي وعلى المشكلة على المستوى الاجتماعي، وحدثوا ولا حرج عن الإقليم والأوضاع المضطربة فيه، ولكن على الأقل الواحد يرى الأمل بحياته الخاصة والشخصية، أماله وطموحاته اللي بيقدر عليها. مش ضروري تتغير البلد ولا تتغير أحوال الأمة، على الأقل واحد يبدأ بالتغيير من نفسه، ممكن يحط لنفسه أهداف معينة يقدر يحققها واقعية منطقية تتحسن فيها حياته ومعيشته خلال السنة القادمة. نقطة مهمة هذه. نقطة ثانية، أحوال البلد. يعني ما بدنا نكون متشائمين ونحكي إنه الوضع رح يكون أسوأ وجايين على سنة يعني نترحم فيها على 2018 زي ما ترحمنا على 2017 واللي قبلها واللي قبلها، ووضع يعني ما فيه أمل، وعنق الزجاجة عم بيضيق أكثر على مواطن أردني. وإذا رح نبالغ ونحكي أنه لا، الأمور رح تتحسن ورح تنفرج ورح ينتعش الاقتصاد ورح يصير فيه ازدهار ورح تتحسن الخدمات ورح تقل الضرائب وتنخفض الأسعار، مش رح يصير لا هيك ولا هيك، ولكن على الأقل يكون في عنا أمل بأن القادم أفضل. توكل على الله سبحانه وتعالى وسعي لإحداث التغيير، كل واحد زي ما حكينا في مجاله، ثم المطالبة الدائمة بإحداث التغييرات الكبرى على مستوى على الأقل على مستوى بلدنا اللي احنا بنقدر عليه الآن في ظل الظروف، بنقدر نحاول نغير في بلدنا مطالب إصلاحية وإحداث يعني نقلة أفضل للشعب الأردني بعد كل المصاعب اللي عاشها خلال الفترات الماضية. وهنا تقع المسؤولية بشكل كبير على أصحاب القرار وعلى من يملك المسؤولية لإحداث هذه التغييرات. ولكن قبل ما أدخل على بعض الأخبار المحلية اللي صارت اليوم
واللي منودع فيها 2018، ما بين أخبار مفرحة فيها تفاؤل وما بين أخبار مؤلمة فيها مزيد من القلق. دائما في بعض المناسبات، خاصة المناسبات الدينية، بيطلع لنا ناس بصيروا يعني يربطوا ربط معين، بديش أسميه من باب الفلسفة ولا من باب التعكير على الإنسان، خاصة الإنسان المسلم، ولكن من باب إنه هو بده عنده فكر واسع وبده تنتقل مفهوم العبادة للمسلم. زي اللي بقول لك على سبيل المثال، بدل ما تروح حج وبدل ما تروح عمرة وبدل ما كذا، الفقراء أولى. فيها وجاهة، ولكن أنا ضد صراحة، مش مع هذه المقولات. ليش؟ شو السبب؟ السبب الآن العمرة اللي يعني هاي علاقة خاصة ما بين الإنسان وربه، وهذه بجدد فيها إيمانه وبجدد فيها علاقته مع الله، وفيها سياحة إيمانية مطلوب. يعني المطلوب الواحد يضل في هم وغم، وكبيرها إذا بده يعمل شيء يساعد مثلا يتبرع للفقراء، ممتاز رائع، وتفرج الهم والكرب عن غيرك يشعرك بالسعادة، ولكن أرضى على نفسك حق وعلى عائلتك. يعني الواحد بدل ما يروح سياحة لأي بلد ثاني، لا، اللي بروح عمره أولى، اللي بروح عمره أولى. أروح ألومه ليش تروح عمره وأصرف هنا تبرع؟ ماشي، كويس التبرع عشان ما حدا يفهم الفكرة بشكل خاطئ، ولكن برضو رحلة العمرة مطلوبة وفيها تجديد للنفس وفيها سياحة روحية وجدانية. وروح توقفت على موضوع العمرة، طب ما في انفاقات على أمور أتفه، أمور تافهة وأمور سخيفة، ويمكن أمور مش أولوية، على الأقل مش من ضمن الأولويات، فلاش توقف على موضوع العمرة وتنكد علي أنه بدي أروح عمرة وتقول لي نفس الشيء. مثلا في عندك عيد الأضحى، بيصير يحكي لك الأضحية وكذا، ومعناها سنة وسنة مؤكدة وفيها إحياء لشعائر دينية في البلد، ومشهد جميل في عيد الأضحى، ويشوف الأولاد والأطفال ويتربى الجيل على إحياء الشعب الأردني لشعائره الدينية وسنة يعني أبو الأنبياء، من أبو الأنبياء وأكدت في الإسلام وكذا كذا كذا. بروح بقول لك يا عمي أنت يعني نازل بالأضاحي وكذا، في أولويات ثانية للفقراء، وبدل ما تعمل مناسف وتاكل معلاق الصبح وكذا، روح تبرع للفقراء. بده ينكد عليك. بشوف ناس بدها تبني جامع وجامع جميل، بقول لك يا عم هسه وقت الجوامع معبية البلد، بين كل جامع وجامع في جامع، روح تبرع للفقراء. بقول لك طوف حوالين الفقراء وما طوف حوالين الكعبة، لأنه الطوفان حول الفقراء هو الأولى. ماشي الحال، بدي الآن هذا المفهوم وهذه الجدلية، السؤال المطروح الآن ليش ما بنسمعها؟ ليش ما بنسمعها؟ وأنا عجبتني بعض الرسائل وبعض الناس اللي تحدثوا على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الإطار. الآن الكل صامت، الآن في احتفالات رأس السنة وفي مهرجانات وفي هون حفلات بعمان، التيكت التذكرة عشان تدخل عليها بال300 وبال400 وبال500 دينار عشان تقضي كم من ساعة عشان تسمع للمطرب الفلاني أو المطرب الفلانية، وتتعشوا وتشربوا أبصر إيش تشربوا. بدفع على الشخص الواحد مئات الدنانير، يعني المحلات المتواضعة جدا بدك تدفع 100 دينار على الشخص. فإذا واحد بده يروح إشي عائلي بده يدفع له برضو 500 دينار، وإذا بده يروح على 5 ستارز بده يدفع له آلاف الدنانير عشان يحيي هذه الليلة بالطرب وبالرقص وبالما إلى ذلك. الألعاب النارية، الدول الآن نشوفه تنفق يعني مش مبالغ عادية، يعني مش بالآلاف، بالملايين، وبتتباهى ما بين دول عربية وما بين دول أجنبية وطريقة الصرف على الألعاب النارية، وقيسوا عليها الشجرة العملاقة كذا كذا. أنا برضو ما بحكي عن موضوع خاص ب إخواننا المسيحيين في طريقة برضو تعبيرهم عن إحيائهم لشعائر هم، أو يعني طرق ووسائل طقوس دينية ما بحكي عنها، لكن أنا بحكي عن طريقة الاحتفال. مع أنه هم بيحكوا يعني الجانب الآخر بيحكي عن شعائر دينية إسلامية، لما يقعد ينتقد على موضوع الإنفاق بالمال سواء على الأضاحي ولا على العمرة ولا على الحج ولا على بناء المساجد ولا غيره. ولكن الآن الملاحظ بأنه حالة الاستنكار هذه والتنكيد مش موجودة، ما بتتواجد إلا على الشعائر الإسلامية وإلا على أمور العبادات وإحياء الشعائر الدينية. أما في مثل هذه الحالات
حتى الانفاق الدولي حتى في الاردن يعني قد ايه الانفاق موجود. وعشان هذه الحفلات راح يكون في انفاق امني، وشايفين الدوريات والشرطه متواجده في كل مناطق، على الاقل في عمان شفناها موجوده في معظم الشوارع، تواجد امني، وهذا طبعا التواجد حقه فلوس. بالخلاصه مليارات تدفع خلال هذه الساعات، مليارات تدفع على مستوى الامه العربيه بكفي، بدناش نحكي، وما حدا بيجيب سيره الانتقاد على هذا الترف والتبذير اللي بيتم انفاق على حساب فقراء الامه وعلى حساب الصحه والتعليم وتطويرهم والتنميه وغيره. ما علينا. اليوم في خبر في تفاؤل ايجابي، راح نودع في عام 2018 ونستقبل 2019 بتخفيض اسعار المحروقات. المحروقات انخفضت 6 قروش على مستوى البنزين، 90 و95 6 قروش على سعر اللتر، 4 قروش على سعر الكاز والسولار، و6 قروش برضه او 6 فلسات عفوا على كل كيلو وات بالنسبه لي فرق اسعار الوقود على فاتوره الكهرباء. انخفاض طبعا، يعني بقول لك احنا خفضنا بند فرق اسعار الوقود 33% اللي هي 6 فلسات 33%، وكانه انجاز ولازم ينبسط عليه. يا حبيبي انت اصلا يعني ليش بعدك حاط هاي الضريبه؟ انت حكومه، كلك حكومه والمسؤولين، ليش هذه الضريبه بعدها موجوده؟ انخفضت اسعار البترول حسب ادعاءاتكم على ال 55 دولار انخفضت، المفروض اذا ايش يتم الغائها. اما هم بدهم يحملونا جميع انهم بيخفضوها، 33%، لازم تنخفض 100% مش 33 وتلتغى بشكل كامل. اما بدهم يحملونا جميع، وبرضه حتى اسعار المحروقات بدهم يحملونا جميع، ما هي العالم يعني ما فيهاش تحميل جمايل، بالعكس الان اللي بيتعامل بالسعر العالمي، ولبنان اكبر مثال، يعني تقريبا ثلث الاسعار تخفيض اقل من الاردن بالثلث من لبنان، ولبنان لا عندهم نفط ولا عندهم بترول وبيستوردوه زينا زيهم، ولكن هم مش حاطين الضرائب زي ما احنا حاطينها ببساطه يعني على المشتقات النفطيه. بالمقابل بيجيك خبر اخر بيحكي لك الاردنيين خلال عام 2018، هي بس يعني قبل 2018 ما كان في الاردن سيارات كهرباء، سيارات كهرباء اجت على الاردن سنه 2018 السنه هاي الحاليه اللي لسه بعدها ما خلصت، وعملوا تشجيع الحكومه بموضوع الاسعار والضرائب والرسوم وكذا عشان فيها توفير، اولا فيها موضوع التلوث وفيها توفير للطاقه لان الكهرباء بتمشي على الكهرباء. طيب اليوم من نسمع يعني خبر من مصادر حكوميه انه بده يصير في رفع ضريبه على السيارات الكهرباء 25%، يعني لا 5 ولا 10، 25% مره واحده، 25% ضريبه على سيارات الكهرباء. يعني خليني اعطيني مجال اتفائل بالسنه الجاي بروح بنكسك بهالخبر 25% على سيارات الكهرباء، يعني امر مؤسف، امر مؤسف. ولكن سبحان الله بتجيك اخبار طيبه، ايضا تجيك اخبار طيبه من الشعب الاردني من المواطنين الاردنيين، لما نسمع عن شرطي سير في السلط اليوم متابع ملاحق حرامي ومرجع مبلغ عشرات الالاف، 40,000 اذا ما يعني الرقم اذا ما غاب عني بدقه، 40,000 رجعه لصاحبه بعد ملاحقه لص في مدينه السلط. هذا الشرطي السير، هذا النشمي اللي بيشعرنا انه فعلا هذا مش وظيفته، يعني مش وظيفته، هو شرطي السير بينظم سير السيارات بحل مشاكل الازمه وغيره، ولكن انه يطارد لص ويرجع الحق لصاحبه هذا يدل ايضا على ان المواطن الاردني مواطن محب لوطنه، وهذا مرتبات الرسمية في الامن العام وفي ادارة السير عندهم الانتماء الحقيقي، وبنحس انه فعلا هذولا اخوان لنا، وشفنا مشاهد لهم اللي بتتعطل سيارته بيروح بيساعده بالبنشر بصير يغير له البنشر، كله هذا لله وللوطن، واللي بالشتاء بصير يعني يرفع المنهل ومشي الصرف الصحي، مش وظيفته بالمرة ولكن موجود. وشفنا صورة أو فيديو لشرطة سير، طبعا هذه لازم فعلا يعني يكون في تكريم حقيقي لهذا النشمي اللي احنا بنشوفه أمامكم الآن، هذا على دوار المشاغل في عمان، ما شاء الله كبس كبس أمطار كابس كبس، وهذا الرجل مصر إنه واقف بيأدي وظيفته. صحيح هذا واجبه وبياخذ بناء عليه على راتب
ولكن كان ممكن يتهرب بأي طريقة كان، وكان ممكن يعني يلاقي ألف عذر إنه ما يتواجد في هذا المكان في هذه اللحظة، ولكن هو أصر على أنه يتواجد. وجوده يشعرك بالأمان، يشعرك بالاستقرار، و يعني الحقيقة هذا الرجل ومثله مثايل. هذا يعني الكاميرا قدرت إنها يعني تصور هذا النشمي من نشامة برضو شرطة السير. الحقيقة في نفس هذه اللحظة اللي احنا بنحكي فيها عن، ويوم في مقال جميل كان لأحمد حسن الزعبي بتحدث، ذكر فيه هذا الشرطي وذكر فيه موضوع الإعلانات اللي موجودة في الشوارع. قبل فترة كان على كل عمود كهرباء وكل مكان موضوع التحرش، ولا للتحرش الجنسي مش عارف شو، وبرضه كنا هذه عبارة عن يعني رسائل فيها إساءة للمجتمع الأردني. وبعدين هسه الحكومة معبية الدواوير والميادين، حقك تعرف، حقك تعرف، ومش حق طبعا حقك تعرف كله كلام بكلام. طب أنا حقي أعرف، أول إشي بدي أعرفه قديه كلفت حملة حقك تعرف، قديه كلفت وفلوس من حساب، من حسابنا، من حساب الشعب الأردني، من ضرائبه عشان تلزقوا هالإعلانات. واحنا مليون الف، النواب ما بيعرفوا، النواب بيقدم بوفق الدستور وعنده ادوات دستوريه في موضوع السؤال وما بحصل على اجابات، واذا حصل على اجابات ما في معالجه حقيقيه، ومرات بحصل على اجابات وهميه ومش دقيقه، بقول لك حقك تعرف. طب بدل ما تعيل علقوا هذه القارمات حقك تعرف ولا التحرر من باب اولى، بس تعلقوا له هذا الرجل السير مظله، مظله تحفظه من الشتاء المنهمر ومن شمس الساطعة في فصل الصيف. موجودة في بعض المناطق ولكن في مناطق أخرى مش موجودة. شوفوا أخطاء الأولويات بالنسبة لنا وقد إحنا بنقدر نعالج كثير مشاكل وكثير قضايا بأقل التكلفات، وبعملوا لنا حملات ما لهاش داعي والله أعلم يعني شو القيمة المضافة منها. بدنا نتفائل، التفاؤل راح يكون في بداية العام الجديد بهؤلاء النشامة وبمن يؤدي واجبه في الوظائف سواء الحكومية في القطاع الخاص. في خير في البلد، صح في سلبيات وفي رشاوة وفي وسطات ومحسوبيات وكذا، ولكن في خير، واللي بتعامل مع الناس بلمس هذا الخير. فإحنا نتفائل في بذرة الخير الموجودة في مجتمعنا وفي إنساننا الأردني. ولكن نرجع نتشائم، أحكي لكم أكثر كلمة بتشائمكم مجلس النواب. للأسف للأسف أصبحت كلمة تشير إلى التشاؤم، النواب يعني واسطات، يعني محسوبيات، يعني مصالح شخصية، يعني مقاولين، يعني ضحك على الناس، يعني مسرحيات، مهازل، كذا كذا كذا. مع الاحترام دائما للثلة الموجودة في هذا المجلس الغير قادر على إحداث التغيير ولا تحسين زمعة هذا المجلس، لأنها لا تملك لا أغلبية ولا نص أغلبية. للأسف الشديد الآن مناقشة للموازنة، هذه الموازنة بس بند واحد، بس بند واحد في موازنة عام 2019 400 مليون إيرادات إضافية لضريبة المبيعات. بالمناسبة الاختلاف الحكومة الحالية عن الحكومات السابقة، الحكومات السابقة كانت تعلن وكانت تخوف الناس وتحكي لهم بدنا ناخذ منكم فلوس وبدنا نرفع أسعار. هذه الحكومة أعلنت بالموازنة ولكن لم تشهر ذلك للشعب الأردني، لكن بنود الموازنة بتحكي عن 400 مليون. طب من وين تيجي ال 400 مليون؟ إذن في رفع جديد على الأسعار وعلى السلع خلال عام 2019، وبالتحديد على ضريبة المبيعات اللي ازهقنا وإحنا نسمع إنه هاي الضريبة ظالمة وهذه الضريبة بتساوي بين الغني والفقير، وإنه هذه يعني عاملة خلل في المنظومة الضريبية في الأردن ولازم نعدلها ولازم نزيد ضريبة الدخل ونقلل من ضريبة المبيعات. زادت ضريبة الدخل ولكن لم تقل ضريبة المبيعات، فنشعر بالتشاؤم. لنعود ونتفائل بأنه ببداية عام 2019 راح يكون هناك عفو عام، عفو عام سيريح آلاف الأسر الأردنية وسيريح عشرات آلاف الأردنيين من دفع مخالفات سير، من دفع غرامات كذا كذا، مع أنهم بدهم يغلبونهم في المخالفات، بس المخالفة العشرة والخمسطعش ومخالفة العشرين وفوق مش مشمولة. ولكن الأمل أنه مجلس النواب يوسع زي ما قالوا بدهم يوسعوا يعني المشمولين في الضريبة، على الأقل وسعوا موضوع المخالفات لحد الخمسين دينار على الأقل، فوق الخمسين اللي هي بتصفي مخالفات خطيرة، حوادث اللي صار فيها حوادث أو قطع إشارة حمراء أو كذا، اللي هي هاي كنا سامعين فيها بالبداية. ولكن على مستوى العشرين يعني مخالفة رادار مش مشمولة. طب يعني شو استفدنا، شو استفدنا من العفو؟
معظم المخالفات هي مخالفات أم العشرين مش أم العشرة أو العشرة أو 15 وقوف خاطئ أو حزام أمان أو استخدام هاتف. ماشي الحال كويس، ولكن برضو مخالفة العشرين هي مش مخالفات خطيرة ومميتة حتى إنه إحنا ما يعني نعفو عن الناس بها. وهذه يعني نتأمل إنه على الأقل مجلس النواب شوي يعني خلينا نشعر بالأمل في بداية 2019 بعفو فيش الغل فيش الغل. بنروح بنتشائم بإنه تم إقرار قانون ضريبة الدخل سيء السمعة وسيء الصيت واللي يعني قطاعات اقتصادية عم تتذمر منه. وقلنا لكم على البورصة مليار خسرت قبل ما يتطبق القانون، قبل ما يتطبق، بس لأنه الانطباع والجو العام إنه راح يتطبق قانون راح يصير في عليه ضرائب إضافية، مليار خسائر في القيمة السوقية للشركات. ومحافظة الضمان الاجتماعي لحالها 200 مليون عشان الحكومة تحصل 10 مليون ولا 20 مليون، الضمان الاجتماعي لحاله خسر 200 مليون من محفظته الاستثمارية في بورصة عمان. نتشائم، ولكن نعود للتفاؤل بالحراك الشعبي، الحراك الذي ظهر في رمضان والذي عاد الآن تحت الأمطار في ظروف جوية صعبة. الشعب الأردني موجود ومتواجد ويريد أن يطالب بحقه، يرى أن مجلس النواب لا يمثل، وإلا لو كان مجلس النواب يمثل لما كان فيه الناس احتجت في الشارع، ولكن مجلس النواب لا يمثل، وبالتالي أنا أريد أن أعبر عن غضبي بأسلوب حضاري وراقي. ولم نلمس ولم نعهد على الحراك في الأردن أنه يخرب ولا يكسر ولا يعتدي على رجال أمن ولا غيره. سيبوكم من موضوع الشيطنة والإشاعات التي تقال هنا هناك أو بعض المندسين حقيقة اللي الله أعلم من هي الجهات التي تحاول أن تشوه. وكان آخر مرة في الخميس الماضي واحد مندس قاعد يكفر يسب الدين ويسب الرب على أساس أنه يمثل الحراكيين، وهو لا يمثلهم والحراكيين نفسهم احتجوا عليه وثم تم إلقاء القبض عليه، وإن شاء الله أنه سيحاكم ويحاكم هو وأمثاله وكل من يتجرأ على سب الذات الإلهية في الشارع في عادة سيئة جدا موجودة في الأردن بأشد العقوبات. إقليميا لو نطلع خارج الساحة المحلية صار في تحولات كبيرة خلال عام 2018، ويمكن الحدث الأبرز اللي ظل ملزق معنا خلال الأسابيع الماضية موضوع الخاشقجي. ما بعتقد أنه هو أهم من أطفال اليمن اللي تم يعني بتم قتلهم واللي بتم يعني تحويل حياتهم إلى جحيم وانتشار للكوليرا من جديد في اليمن. اليمن السعيد غير قادر على إطعام أهله وأبنائه، مجاعات، سوء تغذية، مؤشرات مخيفة على مستوى الأمم المتحدة تنبئ بأيام كارثية ستكون في المستقبل لو استمر الحال على ما هو عليه، ولا في سوريا وكل التطورات اللي حدثت والضحايا وغيره. وكذلك الحال في بديش أحكي عن فلسطين بستثنيها مبدئيا، بالعراق، بليبيا، بغيرها. ولكن الإعلام وقناة الجزيرة على وجه التحديد ساهمت بذلك أن يكون لقضية الخاشقجي أهمية إعلامية كبيرة والتأثير على دور المملكة السعودية بإضعافها على مستوى الإقليم. والضعف الأكبر أعتقد أن اللي ساهم فيه هو ترامب وتصريحاته، كان عام مليء بالتصريحات وكان يعني يحاول أن يستقوي على السعودية بموضوع دفع الأموال وغيرها، الأمر الذي يعني أدى لاهتزاز المكانة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، طبعا مع إحداث تغييرات داخلية وتحول داخل المجتمع السعودي. واليوم رأس السنة رح يكون في حفلات ورح يكون أمور مختلفة تماما، حتى على القناة السعودية الرسمية جابوا حفلة غنائية على القناة الرسمية السعودية. طبعا قالوا أن هذه مخالفة والموظف غير، ولكن كلها إلها دلالات عن تغيرات عم بتصير في المجتمع السعودي، اعتقالات على مستوى العديد من العلماء والعديد من المشايخ اللي صدرتهم الحكومة السعودية أصلا على وسائل إعلامها، واللي عرفناهم من خلال وسائل الإعلام الرسمية الآن أصبحوا في السجون بتهم متعددة ومختلفة. أعتقد أنه عام 2019 سيكون للسعودية تسليط ضوء كبير خاصة بعد التعديلات الحكومية أخيرة ويعني حديث عن تحولات تغيرات، الأضواء ستبقى مسلطة على السعودية وما يحدث عليها من تغيير. سوريا، يقول أنصار النظام وأنصار الأسد أن الأسد انتصر، ولكن انتصر على مين؟ هذا سؤال. لما نحكي انتصر الأسد انتصر على مين؟ انتصر على شعبه، انتصر على دولته والتواجد، انتصر على المحتل. طب ما الأمريكان بشورهم ومن رأسهم
قرار ترامب قال انه بدنا نسحب قواتنا، يعني انتم لم تستطيعوا ان تسحبوا قوات امريكيه، الاف الجنود الامريكان موجودين في الارض السوريه، الاف الجنود الاتراك موجودين في الارض السوريه، غير ما نحكي عن حلفاء النظام من ايرانيين ومن روس، فعن اي انتصار؟ ولكن لم تستطيع المعارضه ان تتمكن من السلطه. انهزمت المعارضه في سوريا نعم، ولكن انتصر الاسد لا. انهزمت المعارضه نعم، انهزمت لاسباب عديده ومتعدده، ولكن الشعب السوري كان هو الضحيه، كان هو الضحيه للتجاذبات الاقليميه التي حصلت. ولكن واضح بان الاسد عم يعود وسيفرض نفسه كامر واقع. بعد هذا الامر الواقع الان هنالك هروله عربيه للقاءات مع الاسد، مع أن يفترض أن الأسد هو من يهرول وهو من يذهب إلى السودان للقاء عمر البشير حتى يبني علاقات معه، وكبيرها عمر البشير يسمح لبشار أنه يجي عنده، أما عمر البشير نفسه يروح على بطيارة روسية على سوريا. والآن حديث عن أن الإمارات تريد فتح أو فتحت السفارة من جديد في دمشق. يفترض أن السوريين هم من يطلب من الإمارات أنه يفتحوا السفارة السورية في الإمارات وأن يترنجوا الإماراتيين يجوا على دمشق، ولكن يصير العكس. والبحرين، الكويت اليوم اعلنت انه لا لسه، الاردن بدنا نبني علاقات ولكن مش ما صار في تلميحات سياسيه بقدر ما كانت تلميحات اقتصاديه اكثر، تلميحات على اقتصاديه. ولكن واضح ايضا سوريا ستكون لها دور في عام 2019 وسيكون الاضواء مسلطه عليها، سوريا والسعوديه على وجه التحديد. اليوم وبعد وفي كل سنه من ودعها نستذكر حادثه اعتقد انها سبب رئيسي لما يحدث الان على مستوى الامه. حادثة هي السبب الرئيسي لكل الويلات التي حصلت للأمة العربية، وهي ذكرى إعدام صدام حسين الرئيس العراقي الراحل. اتفقت، حبيت أو اختلفت وكرهت صدام حسين، لكن لا أحد يشكك أن انهيار نظامه كان السبب فيما حصل من فوضى على مستوى أمتنا، وتقوية خاصة الأمريكان القويين ماشي الحال، ولكن ازداد نفوذهم في المنطقة وتقوية الجانب الإيراني وازدياد نفوذه أيضا في المنطقة. صدام حسين رحيله ترك هذا الفراغ الذي سمح للأمريكان وللغرب وسمح للإيرانيين للتوغل على مستوى الأمة والسيطرة، وسمح للصهاينة بالراحة وبتعزيز السيطرة والنفوذ وببناء علاقات مع الدول العربية، لأنه ظهر بعبع إيران اللي تواطأت الدول العربية لإسقاط نظام صدام حسين لصالح الإيرانيين. الآن عم بيعانوا من الإيرانيين وبيشتكوا منهم وبدهم يتحالفوا مع الأمريكان، ومش بس مع الأمريكان ومع الإسرائيليين كمان ما عندهم مشكلة لمواجهة الإيرانيين. وفي تناقضات غريبة عجيبة وفي حالة انفصام، يعني لما قطر تقاطع لأنه في عندها سبب رئيسي من الأسباب إنه إلها علاقة مع إيران، ومنشوف اللي قاطع قطر عم بروح لسوريا لبشار الأسد اللي هو مش تابع وإنما هو يعني تحت العباءة الإيرانية، وبده يبني علاقات وبده يفتح سفارات بحجة إنه إحنا بدنا نحارب إيران. طب مش فاهم كيف بناء علاقات مع النظام السوري لمحاربة إيران وقطع العلاقة ومقاطعة قطر لمحاربة إيران. مش فاهم، يعني إشي صعب فهمه حقيقة. ولكن واللي بدي أخدم فيها الأمل الذي أتينا كأمة عربية وإسلامية في هنا في الأردن وفي عموم الأمة، لا يأتي الأمل إلا من فلسطين. فلسطين هي مصدر الأمل لهذه الأمة حقيقة. ربما هناك مصادر عديدة للأمل نتأمل بها والخير موجود، ولكن الكم الأكبر هو في فلسطين بصحوة موجودة في الضفة بثبات وصمود، موجود في القدس وفي أراضي 48 وبتواجد إسلامي حقيقي يعبر عن روح القضية في فلسطين، ممثلة بشيخ الأقصى رائد صلاح، واليوم رح نعرض لقطات وانتقال رائد صلاح لأم الفحم واستقبال أهالي أم الفحم، حيث سيقيم إقامة جبرية بأهله عند بيته وأهله في أم الفحم بعد ما كان في كفر كنا. رح نشوف لقطات لهذا الانتقال للشيخ رائد صلاح الذي يعبر لنا عن أصل القضية الإسلامية، وبعد أن تم تقزيمها كما نقول دائما. الأمل يأتينا من هناك، من القدس، من الأراضي المحتلة، وانتصار جديد للمقاومة في قطاع غزة خلال عام 2018 قبل أن ينتهي، يعود الأمل من جديد، انتصار للمقاومة
كركب المشهد السياسي داخل دولة الاحتلال الصهيوني، وظهر لنا مؤشرات قوية ومهمة على تطور القدرات لدى المقاومة والأمل بقرب معركة التحرير أكثر وأكثر من خلال تصريحات تصدر عن المقاومة من أبو خالد محمد الضيف وأبو عبيدة وإسماعيل هنية، اللي يشير لنا أن يعني كانت هنالك قدرة للمقاومة لو تمادى الاحتلال بقصف تل أبيب، وهذا تحذير وتهديد، وهذا كله يشير تطورات على مستوى السلاح وعلى مستوى الإعداد وحتى على المستوى الاستراتيجي بغرفة مشتركة تدير المعركة وكذا، أن هنالك تطور مستمر. إحنا الآن ننشغل في حياتنا اليومية، ولكن هنالك رجال في قطاع غزة عم يعدوا العدة وعم بيجهزوا هم أنفسهم وبيجهزوا الجيل القادم ليكون جزءا من معركة التحرير، عم بيبنوا بنية تحتية ممثلة بالأنفاق، عم بيستثمروا قدرات عقلية ذهنية، بالإضافة لربما تأتي مساعدات خارجية لتطوير السلاح الموجود داخل قطاع غزة ليكون هناك مواجهة حقيقية مع دولة الكيان. والأهم أعتقد أن هي الجانب المعنوي وجانب كيف يفكر الشعب الفلسطيني حتى لا يغرق بالحياة الاستهلاكية التي أرادوها للشباب الفلسطيني بتدجين الشاب هناك وغرقه في الحياة المادية. أما الرسالة الحقيقية التي يرفعها الشاب الفلسطيني والمستقبل للأجيال هناك هي كنس هذا الاحتلال، أننا نحن محتلون من هذا من احتلال غاصب، لن نهنأ ولن نعيش براحة وبكرامة إلا بعد أن نكنس هذا الاحتلال، لن يكون هناك حياة نحن وهو على نفس الأرض. وهذه أعتقد أن الرسالة التي تتعزز والتي يأتينا الإمداد لها من قطاع غزة هي التي توحي لنا نحن كأمة أننا سنشترك في يوم من الأيام مع هذه المقاومة الباسلة كلنا شعوبا وحتى حكومات وحتى جيوش بإذن الله، لنكون أقرب بإذن الله للتحرير. عام 2019 سيقربنا أكثر، ربما لن يكون التحرير في 19 ولكن لا شك أنه سيقربنا أكثر للتحرير، والذي بعده سننعم لا شك بوحدة إسلامية وعدنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تكون خلافة بشكل معين الله أعلم كيف سيكون، لكن لا شك أن خلافة هذه الأمة ستكون في القدس بجوار المسجد الأقصى. وكل ما نسمع عن مشاريع صفقة قرن وتقسيم جديد وسايكس بيكو جديد وغيره لن يجعلنا ننسى هذا الأمل الذي سنبقى نعيش عليه، وإن تحقق فلا شك أن حياتنا حتى على المستوى الشخصي وعلى مستوى دولنا العربية لا شك أنها ستتغير وستنقلب رأسا على عقب، لأن مفتاح العزة والنصر والكرامة والتمكين هو في فلسطين وهو في السيطرة من جديد على المسجد الأقصى. بدنا نختم بهذا الأمل وهذا الطموح، لنذهب إلى وقفة قصيرة، من بعدها نستعرض بعض الملفات في وداع 2018 واستقبال 2019، فتفضلوا مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا.